الابن والروح القدس آل رحمة الله. أنا معكم الأول ثلاث آيات من مزمور 105 من أول آية 40. احنا جينا قدام الله كعنين. بص يقول لنا ايه؟ سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز السماء أشبعهم. مهما كان الجوع اللي جوايا لن يشبعني شيء غير خبز السماء. شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا، لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده. في ناس جاية مكشرة، حضرت القداس ومكشرة، كملها اليوم مكشرة لأي سبب. بص تقول إيه؟ عدد 42-43. فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم. يقول لي ما ينفعش تروح كده. فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم. ليه نرفع قلوبنا كده في الأول نقول يا رب مش هنخرج مكشرين، مش مرنمين ومش مبتهجين، وشبعنا من الخبز النازل من السماء، الإفخارستية وكلمة الله. النهاردة زي ما قرينا في الداس كان حد السامرية اللي احنا مكملين ان احنا نحو حضن الآب. ناخد حتة صغيرة في السامرية عشان نخش فيها على حضن الآب. نقرا مع بعض كده يوحنا 4. الكلمة المتكررة كتير قوي في الإنجيل ده حاجتين، العطش والشرب. تعالوا كده نقرا كام آية ونشوف المشكلة فين. فعدد 7 تقول كده، فجاءت امرأة من السمارة تستقي ماء فقال لها يسوع أعطيني لأشرب. عدد 9 السمارية بتقول له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي. عدد 10 بتقول له كده لو كنت تعلمين المسيح بالله لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب. جت بعديها حوالي 9 مرات تاني مش هبس وقتكم. كتير قوي لما نقرا انجيل السامريه بنحس انه بيتكلم عن ايه؟ واحده خاطيه. الحوار كله واحده عطشانه. هي خاطيه اه زي وزيك. بس المشكله اني اجي قدام الله عطشان وللاسف اروح عطشان. واقول كنت فين؟ كنت قدام الله الذي يروي البشريه. اللي كنا احنا في حد السامريه الكنيسه بتفتح علينا ان عطشك لن يرويه غير العريس السماوي. إيه مشكلتي بعمل ايه؟ بعمل زي الناس اللي بتوعظ على الانجيل ده. مركز في ايه؟ في ان انا خاطي وعطشان هتروح دور على الميه. خاطي ومش عطشان هفضل مكمل خاطي. السامريه في كل الكلام اللي قريته مع المسيح زي ما قلنا قبل كده مره من اول اصحاح لحد تقريبا عدد 15 اخر حاجه بقى اعطيني يا سيد هذا الماء. يبقى الكلام كله عطشان ومش عطشان. ليه المسيح راح عمل ريدايركشن كده للوعظه كلها او الكلام كله؟ روح هاتي جوزك اللي دخل جوزي في الموضوع. الله بيقول لكل واحد فينا وانا اقولكم النهارده الجوع اللي جواك والعطش لو مش هتكتشفه هتفضل تقول انا خاطي وبس ومش هتحرك ولا خطوه قدام. سيدي دي كان عطشها مش بيشبعه غير عريس السماء. لك ليك 5 ازواج والذي لك الان مش زوجك. ونقول المسيح ما بيش يجرحها ده صح. بس المسيح يقول لها ايه تاني؟ انت عطشانة. وعطشانة الرجل يسدد عطشك ده بس من فوق. يا ترى النهارده فعلا انا عندي عطش؟ نسمع مرة وعظة لحد كان بيتكلم عن خطية عدم العطش لله. لو مش عطشان مش هشرب، مش هدور على مية. ناس كتير قوي تلف وتبقى مش عارف يروح فين ويجي منين. يسمع ايه وما يسمعش ايه؟ سمعنا كل الكلام عطشان؟ كل اللي سمعتيه واللي سمعته خلاك عطشان عشان تدور على الميه ولا زي ما انت؟ الميه في حضن الاب مش في مكان تاني. تعالوا نرجع كده للمثل اللي احنا قاعدين فيه بقالنا 5 اسابيع ولا 4 اسابيع، الابن الضال. الابن الضال نفس القصه. النهارده هنتكلم على الابن الكبير مش الكلام اللي متعودين نسمعه، هنسمع حاجتين صغيرين كلنا نفحص انفسنا فيه. في أول المثل كتاب بيقول كده وبعد أيام، عدد 13 لوقا 15، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة وهناك بذر ما له بعيش مصرف فأما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الأرض فابتدأ يحتاج. قال المعاملة خطية الرجل بعزق فلوس. السيد المسيح وهو بيحكي المثل ما قالش إنه عمل حاجة غير إنه كان شخص مصرف. زي ما قلت لكم اول اسبوع هنقول
prodigal son مش معناها الابن الضال. prodigal يعني مصرف. الابن المصرف يحتاج إلى إيه؟ حب في إسراف من الأب نفسه. تعالوا نشوف الابن الكبير علق بإيه لما رجعه. عدد 30 يقول لنا إيه؟ ولما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. مين قال لك؟ أنت كنت معاه؟ أسوأ حاجة عملها الابن الكبير اللي كان جوه بيت أبوه بس هو مش في حضن أبوه، عمل إيه؟ شوه أخوه لمجرد أنه عمل حاجة غلط، حط عليه بقى طين زيادة. السؤال بقى ليه وليكم، كم مرة حبيت تسمع وتسيء لسمعة أخوك لمجرد أنه مش على هواك، راح حتى أنت مش حاببها. هو فعلا كل اللي عمله غلط، لكن مين قال لك أنه بزر معيشته مع الزواني؟ دي بقى إيه؟ الزيادة بتاعتك. تعالوا نرجع كده للكالشر بتاعت الميدل إيست في الوقت ده. الابن اللي راجع وهو مصدر معيشته مع الزواجي عنده مشكلتين. المشكله الاولانيه انه ما ينفعش ابوه يقبله، ولو قبله المفروض ابوه يقطع من الجماعه، فهو يسيء للاب ويسيء لاخوه. الحاجه الثانيه، الابن ده لو فرض الجماعه قبلت انه يقعد لا هيشتغل ولا يتجوز. ليه؟ لان انا اخوه اللي قلت انه بزر معيشته مع الزواجي. كم مره بنيجي الكنيسه ونطلع نجيب سيره بعض؟ مش بنطلع، احنا قاعدين في القاعه دي ونقول بنعمل ايه؟ احنا بننقد، احنا عايزين نغير. نغير ايه؟ احنا بنسيء للاخر لاننا في بيت الله لكن مش في حضن الاب. الكتاب بيقول لنا كده انه مشكلته مش شايف نفسه هو فين. هي نفس القصه، احنا بنقول الابن الكبير وحش والصغير وحش، الصغير رجع طب والكبير؟ مشكلته انه ما سابش البيت. فينا ناس دلوقتي ممكن تقول انا من وانا عندي 3 سنين وانا في الكنيسه، لكن انت جوه حضن الاب ولا جوه الحيطان بس؟ للاسف الابن الكبير فضل جوه الحيطان ولم يشعر ابدا انه في حضن الاب. بصوا الكلام، تعالوا نرجع كده للكلام الاول قاله الاول خالص. يقول كده فدعا واحد من العلمان فساله ما عسى ان يكون هذا؟ قال اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن لانه قبله سلمان، فغضب ولم يرد ان يدخل. بصوا كلنا بنقول ايه؟ عاملين كده الثيم بتاع السنه دي، روح شوف اخوك زي ما ربنا وزي ما يعقوب قال ليوسف اذهب افتقد سلامه اخواتك. يجي واحد يقول لك انتوا مش عارفين ده مين؟ ده كان بيعمل وبيعمل فلانه ليه كان سيرتها زي الزفت. احنا جايين نعمل ايه؟ نطلب الضال ولا نطرد الضال الراجع؟ بنقول حاجه ونعمل عكسها تماما. ساعات يقول لك فاكر شايف فلانه دي؟ مش دي اللي كان بيقول عليها كذا؟ شايف فلان ده مش اللي كان بيعمل كذا؟ رجع. هنعمل زي يقول لك لا بقى انا مش هاي كنيسه دي تاني، ده بيجيبوا فيها مش عارف ايه ويبطوا فيها مين. يقول كده فغضب ولم ندري، ما رضيش يخش فين؟ جوه الحيطان بتاع بيت ابوه، اصله مش في الحضن. اللي في الحضن ما يقولش الكلام ده خالص. اللي في الحضن ما يفكرش بالطريقه دي من اساسه. تاني انا مش بوبخ حد، انا بوبخ نفسي قبل اي حد. بس سامحوني كل واحد فينا يراجع نفسه، النهارده اتكلمت على مين في الربع ساعة اللي بين القداس ودلوقتي؟ أسأت إلى مين وأسأت إلى سمعة مين؟ بكلام لطيف ساعات. الكتاب بيقول لنا كده لما غضب، وده عكس الطبيعي في الكالتشر برضه بتاعت دلوقتي، فخرج أبوه إليه يقول له إيه؟ تعالى الحضن. الابن لسه مصر. يقول له كده فأجاب وقال له ها انا اخدمك سنين هذا عددها، اسمعها كتير حتى ممكن شماس ولا يقول لك انا قعدت 20 سنه قبل في الكنيسه. طب وبعدين؟ ما تدونيش جايزه. انت ليه تاخد جايزه؟ او جاي تاخد جايزه؟ يقول له كده وهذا عددها وقد لم اتجاوز وصيتك. للاسف شغال اجير مش شغال ابن، مش في حضن الاب. ولم تعطيني قط لافرح جديا واحدا لافرح مع اصدقائي. تعالوا نرجع كده للمثل الثاني من اوله. عشان اسال نفسي وتسال نفسك، هل انت فعلا في حضن الاب ولا جوه الحيطان بس؟ في الاول خالص الولد الصغير طلب الفلوس. اللي بيحصل ايه؟ الاب عايش بس عشان الحق اللي كان في الناموس الكبير ياخد ضعف الصغير، يعني هتعمل ايه؟ هيقسم الحاجه تلت وتلتين، تلتين للابن الكبير اللي قاعد في البيت وتلت للصغير اللي خده ومشي. يعني عمليا وفعليا كل اللي في البيت ده بتاع مين؟ الابن الكبير. مش حاسس، مش شايف، مش مصدق. كتير قوي تبقى عطايا الله زي كنا بنقول في الترنيمه من شويه، عطايا
عايز يفتح عيني يقول لك مش شايف، انت مغمض عينك، عايزك تشوف النور وانت اللي مغمض عينك وانا مغمض عيني. عشان كده ما يقول ولكن لما جاء ابنك هذا، بص على لغتك، صدقوني جوه البيت مش بره البيت، بتقول لها ابنك ده عمل ولا بنتك دي عملت، وكاننا اغراب عن بعض، كان بصيه ملهاش مكان. هو نفس الكلام، ابنك هذا، ما انت مش ابويا، انا مش في حضنك. اللغه البسيطه اللي بنستخدمها صدقوني مع بعض، مع عيالنا ومع مراتي ومع جوزي، بتقول انا فعلا في حضن الاب وفي علاقه سويه مع مراتي مع ابني مع ابويا، ولا انا اهو عايش واسمي فلان الفلاني ابن فلان الفلاني، لكن مش عايش ابن خالص. يكمل يقول له كده، ذبحت له العجل المسمى. تعالوا نقف كده ويقلها القديس يوحنا دي بالفم. كم مره خليك امين وخليك امين، زعلت لان زميلك او اخوك حتى بالجسد اتبارك، خد علاوه، اترقى، جاب شغل جديد، جاب بيت، جاب اي حاجه، قول له في ايه؟ يقول لك لا هو مفيش حاجه بس انا متضايق، انا استاهل احسن منه. طب هو بيشتغل مثلا محامي وانت محاسب، احسن منه في ايه؟ انت حاجه وهو حاجه. لكن يجي ابليس يقول لنا كده كريس يوحنا بالفم، سهل قوي ان احنا نشترك في ماساه، حد عنده ظروف صعبه كلنا نبقى جنبه. طب نجح، الغيره اللي في قلبي هتموتني، والحقد اللي على ربنا دهوله وكلني ليه؟ اصلا مش في حضن الاب، لسه قاعد وجوه دماغي. انا في الحيطان باجي الكنيسه من وانا عندي سنتين ثلاثه، وما سبتش الكنيسه ولا يوم. هو قال له كده، انا اخدمك سنين هذا عددها. بص كده على كل العهد القديم وشوف الملوك الاشرار والملوك الاخيار، ايه اللي كان فرق بينهم؟ كلهم قعدوا على نفس الكرسي بتاع داود بتاع سليمان، لكن اول جمله في سيره كل ملك بيقول ايه؟ وصار في طريق داود ابيه، او العكس، لم يسير في طريق داود، مش في سكه ثانيه خالص. انا هيتقال عليا ايه؟ او بيتقال عليا دلوقتي ايه؟ انا جوه البيت وفي بيت الملك وفي قصر الملك سليمان الحكيم وداود العظيم، ولكن بمشي فين؟ في طريق يربعان بن نباط زي ما بيتكلم. العكس تماما يجي على مملكه اسرائيل اللي هي مملكه الشمال. كلهم يقولوا في اول سيره وصار في طريق يربعان بن نباط ابيه وعمل الشر. كلهم في نفس البيت. بس الله بيقول لي جوه نفس البيت ده كان في سليمان وكان في رحبعام ابنه الفاسد. تعالوا ناخد ايتين ونشوف مين فيهم برضه جوه وبره. افتحوا معايا اخبار الايام الاول. صح؟ اسف اخبار الايام الثاني. صح 12 على 14. يقول كده على رحبعام، وكان اسم امه نعمه العمونيه اللي بتعمل ايه؟ يقول كده وعمل رحبعام الشر في عيني الرب لانه لم يهيئ قلبه في طريق الرب، كان قلبه في السكه الغلط. بصوا كده يا وسام، شوف الاولاني يا اسم. يسام يقول ايه؟ يسام سبع اخبار ايام الثاني 27/6 يقول لنا كلمه بالعكس، وعمل وصار في طريق داود أبيه وهيئ قلبه في طريق الرب. تعالوا ندور على كلمة هيئ، يعني ايه واحد يهيئ قلبه؟ نفس الكلمة العبرية جت في مزمور 57 عدد 7. بنقول ايه في مزمور 57؟ ثابت القلب يا الله ثابت القلب. هي هيئة دي بقى، حطيت الساتلايت بتاعي في اتجاه صح، فجاب لي القنوات اللي انا عايز القطها، وفي واحد حط برضه قلبه في الاتجاه الغلط فلقط كل حاجه غلط. يا ترى النهارده وانا قاعد، سامحوني بقى، عندنا اللي هو الموتورايز دوت، انه قلبي مع فلان صح، قلبي مع فلان عكس. ليه؟ لانه مش متثبت. ما عنديش حاجه اسمها قلبي كده يحدث هنا كراهيه، فلان ده لأ ممكن اديله شويه محبه، فلان ده اديله شويه زياده. يقول لي بقلبك ده ايه؟ اللي بيحركوا الناس مش اللي بيحركوا الله. القلب اللي بيحركه الله زي يثام كله في اتجاه صح. القلب اللي بيحركه ابليس زي رحبعام كله في اتجاه غلط. عشان كده السؤال مش كدبت امتى
متعت بحضن الاب امتى؟ اتجاه الحياه كله مش بالوحده. عشان كده ما يتاكد في الكتاب في اخر المعجزه او في اخر المثل المسيح يقول ايه، او الاب يقول ايه على لسان المسيح، ابنك هذا ابني هذا كان ميتا فعاش، يعني مصدر الحياه من الله، وكان ضالا فوجد، زي ما كنا نقول في الترنيمه يسوع بيدور بجد، بيدور عشان ما ينفعش احنا ندور عليه، عارفين ليه؟ عشان ربنا مش تايه، انا اللي تايه، فهو بيدور عليا ويحط قدامي السكه، اقول مش رايح، حط قدام النور، روح مغمض عيني، حط قدام السكه الصح، امشي في السكه الغلط، ايه ده كله؟ لسه انا فين؟ مش شايف اني عطشان. عشان كده اخر ايه اختم بيها معاكم، بصوا كده في يوحنا اصحاح 7 وعدد 37. يوحنا 7:37 يقول لنا كده: وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. ايه العيد ده؟ قلناها زمان، نفكر بعض، ده عيد المزار، اخر عيد في السنه اليهوديه، بيكون من اليوم ال 15 اليوم ال 21، 7 ايام في الشهر 7 من السنه. جه المسيح وسط الناس وراح قال الجمله دي. فكركم برضو كان بيحصل ايه في العيد عشان نعرف ازاي المسيح مش بيقول كلام في اي وقت، في كلام معين في وقت معين. في اليوم 7 الطقس بتاع عيد المزار، كل يوم رئيس الكهنه يملى جار كده زلعه ميه من بركه سلوام ويروح يسكبها على مذبح المحرقه. يجي اخر يوم يجيب 2، واحده ميه وواحده خمره وعين، ويدلقهم هناك. في الوقت ده المسيح قال الجمله دي. كل يوم في مزمور يتقال، في اليوم ده بيقول مزمور ايه؟ هللويا فاي بيبي، هذا هو اليوم اللي صنعه الرب. جه في اللحظه دي رئيس الكهنه بيسكب الميه والواين، لقوا الكاهن، لقوا المسيح بيقول ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن به كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مسمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب النهارده احنا فين؟ احنا معديين. الروح القدس اعطى لكل واحد فينا from day one، يوم ما اتعمدنا. وكل مره نقف قدام الله الساعة الثالثة نقول كده: اللهم تفضل وحل فينا، عشان تعمل ايه؟ املانا تاني. اصل انت كنز الصالحات. وده اللي يحدفني جوه حضن الاب. سامحوني ساعات كتير قوي يخلص الصوم ونقول ما خدناش حاجة. انت شايف الحضن وبتجري ده عطشان ولا مش عطشان؟ المسيح قال لهم كده انه السايكل دي اللي بتحصل 7 ايام في الاسبوع في عيد المزار، انتوا بتشوفوا رئيس الكهنه بيسكب الماء لكن مش شايفين ليه، ومش حاسين ان انتوا عطشانين. احنا بنعمل الطقس. حاجه جميله قوي برضه قلت لكم زمان، ده بالظبط اللي بنعمله في القداس. شماس ماسك الميه وشماس ماسك قاروره الخمر، وبعدين ربنا ياخدهم هما الاثنين يسكبهم في الكاس، والشعب بره يقول ايه؟ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. استعلان ايه؟ ان احنا عدينا يوحنا 7:39، المسيح جه وقد مجد. واحنا جايين نعمل ايه؟ مش جايين ندور بقى على نشوف في عطش ولا مش عطش، احنا متاكدين ان احنا عطشانين، ومتاكدين ان هو زي ما قال لنا في مزمور 105 النهارده قال ايه؟ اشبعهم من فوق خبز السماء. هيروحوا ازاي؟ اخرجهم بابتهاج وبترنم. عشان كده احنا مش بنقول كلام وخلاص او كلام حلو او كلام يريح الدماغ خالص. هنقف نصلي بعد شويه، وهتروح تصلي في البيت، قول اللي في قلبك بجد، قول لهم بيقولوا كلام حلو وانا بتفرج عليه، ما خدتش حاجه. الناس كلها كانت بتتفرج على رئيس الكهنه وهو بيسكب قنينه الميه وقنينه الخمر. زي ما قلت لكم من اسبوعين او من شهرين لما كنا بنعيد عيد ختان المسيح، ايه اللي حصل؟ المسيح داخل بشحمه ولحمه، قاطف واحده حست ان يسوع موجود، حنا النبي. لما دخل في اليوم الثامن واحد، سمعنا الشيخ الاف في الهيكل، قول يا رب انا عايز ابقى مش من ضمن الالاف، انا عايز ابقى الواحد او الاثنين او الثلاثه اللي فعلا بنشوفك ان انت حاضر. حاضر ليه؟ عشان هتاخدني تدخلني الحضن. قلت لكم الكلمه دي قبل كده هختم بيها. ابونا اول ما يخش الكنيسه في العشيه او في باكر او بالذات في القداس بيفتح الستر، بيقول حاجه في سره مش مهم هي ايه، هو كده بيقول لنا ايه؟
القداس وهدفه قدام عينيكم. اللي في حضن الاب ده الابن يسوع. اخر القداس هتعمل ايه؟ هتتحد بالابن. هتدخلك فين؟ حضن الاب. مين فينا النهارده تناول وشاف انه دخل جوه حضن الاب؟ ومين اللي خد عمل العاده الاسبوعيه؟ عاده التناول اصلها بركه مش بركه. احنا المسيح بياخدنا من اي مكان احتاجين فيه بطوبتنا وباعترافنا، الزقنا فيه وحدنا بيه في الافخارستيه عشان يقول لي دلوقتي مكانك بقى في حضن الاب، عشان اي مكان تاني خطر عليك ومالكش فيه ومش هيدخلك اي حته. عشان كده بولس شجعنا بكلمه حلوه قوي في كلوسي 1:12 يقول لنا ايه؟ شاكرين الاب الذي اهلنا لشركه ميراث القديسين. شاكرين الاب الذي اهلنا لشركه ميراث القديسين. خلي كده صلاه الشكر كل مره بقول له نشكر صلاه خيرات. ليه؟ لانه اهلنا لشركه ميراث القديسين. ليه؟ اصل هو وحدني بيه ودخلني الى حضن الاب. ابونا بيقول كلمه في صلاه كده سريه مش بتسمعوها للاسف، قال يصر تناولنا بك يبقى شكله يعملنا ايه؟ ليصيرنا واحدا معك الى الانقضاء. انا لزقت في يسوع فانا معاه في المصير الابدي في حضن الاب على طول. ربنا يديكم نعمه ويحافظ عليكم. هذا ما قصرت له المجد الدائم في كنيستنا.